المصممين اللي أبدعوا بمجال الأفانغارد فاشن وبرزوا بالتصاميم الجريئة والسباقة تييري موغلير، هالمصمم الفرنسي اللي انطلق بمطلع السبعينات عمل ثورة بعالم تصميم الأزياء من خلال قصات وابتكارات غريبة وعصرية امتلأت بالحداثة، سواء كانت بالألبسة الجاهزة أو الأوت كوتور. من البولد شولدر بادز للراب دريسز، موغلير عمل نقلة نوعية بمجال الفاشن ديزاين، بلا ما ننسى تعاونه مع أهم نجوم الغناء والتمثيل من ديمي مور، ديانا روس، جورج مايكل، لإيفا مينديز، وبيونسي، وليدي غاغا. بالإضافة للويمنزوير، ابتكارات موغلير ضمت أيضاً المنزوير والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وكيد العطور وأبرزها أنجل. بال2010 سلم مهام الإدارة الفنية لنيكولا فورميتشيتي، ومن بعده لديفيد كوما للي حافظ على الإرث الفني المهم اللي أسس تييري موغلير من حوالي 40 سنة.